يعني ما زال حتى الاعلان حتى الان في وسائل الاعلام الغربيه وانا بتابع أنا لاول مره على فكره بتابع مباريات كره القدم في حياتي وسبب المتابعه هذه هذه الضجه التي اثيرت يعني انا لست من هواه كره القدم لكن الاجواء العامه بتجعلك تجذبك لانك تريد من باب الفضول تريد ان تعرف ما الذي يقال وما الذي يحدث لحد الان في البي بي سي في اي تي في وربما في الاعلام الغربي بشكل عام كل ما بي في مباراه البرامج التي تنعقد للحديث حول المباراه ما قبل واثناء وما بعد يثار موضوع ليش قطر وباي حق اعطيت قطر حق استضافه هذه الدوره وبتيجي موضوع المثليين للصداره وخاصه ما يتعلق بهاي الرب الربطه اللي قالوا بعض اللاعبين انهم حيلبسوها لما يدخلوا المباراه والفيفا اصرت انه هذا الكلام غير وارد. وكانوا كانوا ناويين يسوون ضجه كامله اعلام وشعارات تلصق في في تلصق في المباني الى اخره، يعني كانت لم تكن فقط مجرد اه مع, مع انه يعني السؤال الحقيقي اللي انا بدا أبدأ يخطر في بالي لماذا هذا الاصرار؟ ما هي صارت دورات كره قدم من قبل باستمرار. لماذا في هذه الدوره بالذات هذا الالحاح على الموضوع؟ طبعا ابتداء هذه الحمله ليست حمله عفويه هي حمله منظمه بدات قبل انطلاق الدوره وما زالت مستمره وربما ستستمر الى ما بعد انتهائها ولعل بعض جيران قطر لهم دور في الموضوع بسبب المناكفات والحسد والخصومات الى اخره. لكن بدات انا افكر في امر اخر حقيقة ان هذه القضيه التي اختارها من اراد ان يشوش على قطر قضيه بالغه الحساسيه في الغرب هي تعتبر من انجازات المجتمعات الغربيه المعاصره مشروع العلماني مشروع العلماني نعم انه يعني وصل وخاصه انه هذا هذه الفئه اصبح لها من يدافع عنها ويساندها في الحكومات في وسائل الاعلام حتى في الكنيسه انا يعني ذكرت حادثة حصلت معي قبل ما يقرب من عشرين أو أكثر شوية عاما الكنيسة اللي في ريجنت ستريت اللي هي الآن على مدخل مقر البي بي سي الجديد دعيت إليها في إحدى المجموعات نظمت نشاطا مؤيدا للقضية الفلسطينية فدعيت أتكلم عن فلسطين لا أدري ما الذي جعلني أذكر قضية نسيت الحقيقة الآن التفاصيل فبعد أن انتهينا تكلم كل واحد منا عن فلسطين وعن حقوق الفلسطينيين وما يجري في الأراضي المحتلة جاءني القس الذي يعمل في الكنيسة وعاتبني بقوة قال لماذا أهنتني هكذا قلت له أنا ما ليش أهنتك في ماذا أهنتك قال أنا من المثليين وأنت تعارض المثليين أو أنت انتقدت المثليين أنا ما كنت أدرك الحقيقة إن أنه حتى في, في الكنيسة, الكنيسة الشكل. صار هذا هذا النوع من الاختراق ترى إيه مو شخص مو اشخاص الكنيسه تبنت مواقف يعني يعني الكنيسه البروتستانتيه كم... الكنيسه البروتستانتيه إيه. إيه. تبنت مواقف ليس فقط يعني هي انقسمت الكنيسه في يعني في كنائس بروتستانتيه اشد تطرفا من الكاثوليك وكنائس بروتستانتيه ماشت تماشت مع المشروع العلماني بقوه بس هي ترى حمله صحيحة منظمه صحيح انها ليست عفويه ولكنها الاساس عفوي الاساس هي المشروع العلماني مشروع متغول ويرى نفسه مرجع ولذلك يعتقد انه له الحق ان يخطئ الاخر له الحق ان يجعل نفسه مرجعا في الصواب والخطا والحسن والقبيح وان الاخر هو الخطا وهذا شعور طبيعي جدا عند المشروع العلماني، والمشروع العلماني كما قال المسيري مشروع سائل يعني فثوابته ما في ثوابت فيتغير وكل وكل مبدأ من المبادئ الذي يتبناه في مرحله من المراحل الذي ينقلب عليه اصلا هو في مرحله من المراحل هذا المبدأ اللي يتبناه هو النورم هو المرجع، فيخطئ غيره بناء على هذا المرجع، يعني هذا هذه المواقف ليست موجوده في نفس المشروع العلماني، ليست موجوده قبل خمسين سنه ولا غيرها، الآن مثلا السماح للاطفال بممارسه الجنس او ممارسه الجنس مع الاطفال ممنوعه لكنها انتظر 10 20 سنه ستكون مسموح فيها وبالعكس في دعوات في دعوات حقيقيه في دعوات بل ان بعض المنسبة. الدول نزلت نزلت نزلتها الى 14 سنه شوف انا انا لما جئت الى بريطانيا لاول مره في ال 74 كان ما زال بالقانون المثليه ممنوعه محرمه في ال 67 في ال 76 على ما اذكر او في تقريبا هذا الوقت آه التلفزيون البريطاني عمل مقابله مع اول شخص يظهر الى العلن مثليته آه ويفاخر ومن هناك بدا بدا يعني فطبعا زي ما زي ما تفضلت انت لكن هي ايش؟ هي صحيح سائله ومتغيره لكنها اصبحت بمثابه دين هو دين يحدد للناس ما الذي يجوز وما الذي لا يجوز، ما هو المباح وما هو المحرم بس بالذات بالذات القضيه المثليه اصبحت الدين لانها مرتبطه بالمشروع العلماني الذي ليس فيه مرجعيه اخلاقيه ولا دينيه ولا نصيه. المشروع العلماني مبني على اللذه اللذه والمنفعه. واللذه والمنفعه تقتضي ان الانسان يتخلص من مسؤولياته، يتخلص من مسؤوليه الاسره. القيود قيود كلها، القيود يعني مسؤوليه الاسره والاطفال وافضل طريقه للتخلص من مسؤوليه الاسره والاطفال هي التخلص من مسؤولية العلاقة أنا والآخر بداية في البداية كانت حتى العلاقة مع الأنثى حتى العلاقة مع المرأة ليست بداية بداية المشروع العلماني المتمرد على الثوابت حتى العلاقة قبل قبل أن تتغول ظاهرة المثلية تحولت العلاقة بين الزوج والزوجة علاقة تعاقدية كما يقول المسيري تعاقدية بحتة يعني مصلحية يعني تكون اليوم يعني متعة بحتة ليس فيها مسؤولية ثم اصبحت يعني هو حتى المسيري رحمه الله تنبا تنبؤا دقيقا ان الشذوذ سيكون له ان المثليه سيكون لها شان ف أصبح الدين لان لماذا؟ لانها في في قلب الفلسفه العلمانيه في قلب الفلسفه العلمانيه فلذلك اصبحت تبنيها جزء اساسي من المشروع الليبرالي العلماني ولذلك الان المحافظون على التدين في 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 المسيحيه اصطدموا معها ولكنهم اضعف من ان يواجهوها ما يستطيعون لانه يعني اساسهم مضروب يعني اصلا المسيحيه مضروب. هو الخلل لانه في المرجعيه المرجعيه لديها مضروبه صحيح, صحيح. يعني اذا نحن اخذنا الله الخير اولا الحمله يعني هذا نوع كما يقولون من تسييس الرياضه ونحن في كل مونديال نسمع أنه لا يجوز أن تسياس الرياضة هم الآن يريدون أن يسويسوا كل بلد له قوانينه له أعرافه له نظمه وعندما نذهب إلى الصين نلتزم وعندما نأتي إلى فنزويلا نلتزم ولكن هنا يعني يريدون أن يجعل منها قضية لكن هذه القضية الحقيقة وقضايا كثيرة يعني ما نبتت في الغرب من الاساس والان هم يريدون تصديرها، لها تاريخ فضلت انه في سنه كذا كان كذا في سنه كذا كان كذا في سنه الولايات المتحده الامريكيه من سنة قريبه يعني حتى الحكومه الفيدرالية اعترفت بها كحاله سائده. هم يريدون اذا قرروا شيء في بلادهم، هلا هذه ديمقراطيه، شعبكم اراد شيئا، قرر شيئا، لن ننازعكم، لكن ان تاخذوا قرارنا أن يكون قراركم هو قرارنا هذا الذي يعني لا, لا أحد يقول به شعبكم خلال مسيرة طويلة وصل إلى أن هذا كما تفضل الأستاذ جميل نحن بلادنا ما تزال تقول هذا قبيح القضية حسن وقبح كما نقول ف لا يمكن لاي شعب لاي امه لاي دوله ان تاخذ القرارات ما نتكلم بالديمقراطيه هذه الديمقراطيه ان كل شعب له خيارات وكل مجتمع له قيمه فبالتالي ان تكون الامم الاقوى او التي تملك القرار في العالم هي التي تفرض القرارات والقيم على الاخرين يعني هذه هي المشكله التي يجب ان تواجه بكل حزم الحقيقه هناك يعني معلش انا لا اريد ان ابدو مدافعا عن العلمانيه ولكن ايضا لا اريد ان نضعها في هناك علمانيون كثيرون يعارضون هذا ولا يقبلون به وعلى خلفيه علمانيه فلذلك ايضا يجب يجب ان لانهم لا يقبلون لانهم يجدون في شيء كان مستقر عند العلماء يعني اخواني في النظريات القانونيه بسموه القانون الطبيعي بقول القانون الطبيعي اقدم من كل تشريع واقدمه بقول لك القط لما بيسرق منك بيهرب ولما بتطعميه بياكل جنبك ففي شيء اسمه القانون الطبيعي تتوارث هو الفطرة البشر هو نحن بنسميه الفطرة إن الفلاسفة بسموه باسمه انه هذا القانون الطبيعي ففي ناس على خلفيات مختلفة تعارض هذا الشكل من السلوك ذكرتم الان مثل الجنس مع الصغار مثلا هذه قضية مفتوحة سيصلون بها إلى شهوتهم في لحظة ما المخدرات المخدرات بانواعها الان تجد ان التساهل متنازلات عم يعني. بتنازلوا فيها الان بدون بالماريجون يعني احنا بنسميه ببلادنا ايش الحشيش هذا الان اصبح يعني تعاطي ما هو مشكله الاتجار به هو الممنوع يعني كلام كثير يقال فيه فنحن امام صيغ يعني في الحاله التي نواجهها تخالف ما يتحدثون عنه من ديمقراطيه من حقوق انسان حقيقيه حقوق الشعوب حقوق المجتمعات مو حقوق الدول النافذه هي التي تحدد هي الجميل والقبيح وهذا هذا يثير تساؤل حول مفهوم الاخلاق العالميه او القيم العالميه <تصفيق> <تصفيق> بمعنى ما يتم الان العمل عليه منذ سنوات هو ان هناك اخلاقا عالميه او قيما عالميه يجب ان تفرض على آه من من المتقدمين او المتفوقين اخلاقيا على العالم الاخر انا برايي هذا هو جوهر اذا سمحت لي الاقوياء يعني لا لا ما هو بين قوسين هم يرون انفسهم آه متفوقين اخلاقيا هنا المشكله ما هو حضاريا, حضارياً هو هو او, أو حضارياً, حضاريا هو هو مش المشكله انه اقوياء هو هم اقوياء احنا عارفين <applause> اقوياء هي المشكله ليس بانه يرى نفسه قويا هو المشكله بانه عندما هو عندما يصل الى قيمه معينه ويعتبرها بانها هي القيمه الاكثر اخلاقيه آآ آآ يحولها مباشره لتصبح قيمه مرجع عالميه مرجع وبالتالي يجب ان آآ آآ ان بس ياخذها الطبيعيه يعني مره اخرى هذه ليست يعني ليست كبرياء مفتعله لا هو غالب هو يعني لا لا لا, لا في اوروبا انا اعتقد حتى نكون يعني منصفين هي طبيعيه يعني لما الاوروبي من 300 سنه هو تقدم في الفلسفه نعم تقدم في النظام السياسي تقدم في الفكر العقلاني وتقدم في جميع انواع الاختراعات وتقدم في الاداره وتقدم في العسكريه والتقنيه هو 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 يقوم على هذا الارث من انت حتى تنافسه؟ من انت حتى تقوم تقول الصحيح الصحيح الحسن والقبيح والجميل؟ هو اللي اعطاك اللي اعطاك مفهوم السياسه اصلا النظام العالمي الان كله كله قائم على هوبز وجون لوك وصنع في الغرب نعم, نعم كله نعم بلا شك ما هو هذا ما هو ربما تكون اكبر مشكله فيه انه طبيعي يعني بمعنى ان الغربي هو صح هو فعلا تقول هذه الخطوره آه نعم يعني هو الغربي <applause> يتكبر يرى بشكل طبيعي يرى نفسه متفوقا مم. اخلاقيا ولا اتكلم عن القوه وعناصر عناصرها الماديه انه متفوق اخلاقيا حضاريا هما هم هم ما يقولون اخلاق حضاريا لا لا, لا هم هم بيحكوا قيم هم قيم عالميه حتى لما كانوا متخلفين هم ظنوا انهم متوف... متفوقون الحروب الصليبيه او حروب الفرنجه لما شنت على العالم الاسلامي هم كانوا يرفعون شعار تحرير المز... المهد المسيح من من المتخلفين من الكفره من ذاك نعم. نعم. كان, كان, كان متفوق ما كان في هذا الشعور، كان تفوق شعور, ديني شعور التفوق الاخلاقي او الحضاري كان عندهم يعني نزعات محدده ضيقه الان نعم. ترى فعلا يعني فعلا لما تتكلم مع الالماني ولا الهولندي ولا الانجليزي يتكلم معك يعني مو بكبري هو شكل طبيعي ومتواضع انسان نعم. نعم. هو وهذا طيب. هذا هو اساس نعم. نعم. الفكره الاستعماريه الـ 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 الامبرياليه هو صاب اصيب بحاله من الغرور بدا يشعر بانك متخلف عنه في كل شيء وهو متقدم عنك في كل شيء بشكل شيء طبيعي فيريد ان يفرض عليك فرضا كل شيء نعم, نعم بس هو في اشاره مهمه اشار لها الدكتور زهير وهي انه القيم بغض النظر عن نوعها او الاخلاق هي تفاعل للمجتمعات يعني تفاعل تاريخي وتفاعل حضاري وتفاعل بحكم الامر الواقع كيف كيف يعني بمعنى كل امه تصل الى استنتاجاتها الاخلاقيه الامه اللي عندها مرجعيه ماشي الامه الاسلاميه عندها مرجعيتها الدين لكن تفاعلها في تفاعلها مع الواقع قد ينتج يعني شيء خلينا نقول قيم يصطلح عليها الناس لكن لا آه. تكون متناقضه مع المرجعيه، هو هذا الفرق. ما بحكي عن التطور في, في الغرب الصحة. هو ضيع المرجعيه. انا لا, لا اقول انه صح او خطا، انا بقول انه في مثلا في في اشياء كانت في مجتمعاتنا احنا العربيه موجوده في فتره في في بدايات القرن اجتماعيه الان لم تعد موجوده. اي بس هتزال مرفوضه في 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 الوجدان في, في الوجدان لا, 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 لا اقول انها صح أنا خطأ آه وخطا آه أنا لا لا ما قصدي صح وخطأ انا بينما, بينما في الغرب في الوجدان الان في آه الوجدان الغربي انت تدري ان التصويت على قضيه تدريس المثليه في المدارس هنا في بريطانيا بالاجماع بالاجماع ما في واحد ما في واحد واحد رفض قال ما انا ما انا مع لكني لا لكني لا ارفض ارفض من باب المبدئيه بس لا يبدو كل حاجه نجمع عليها بالاجماع يعني ف... بس ف... مسارش في فحتى في الوجدان ما صارش في, في استطلاعات راي على القصه لا يعني, يعني برلمان ما تحتاج ما استطلاعات راي لا ما ما يعني لا نعود الى النقطه اه ال... شوفوا يا اخوان هذا الذي نتحدث عنه ترى موجود من تاريخ الحضاره الفلسفه الابيقريه تقوم على هذا مبدا اللذه اشباع ولذه شعور بحاجه واشباع هذا اي بس ما 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 سادت ما سادت يعني أنا قتلت, قتلت قتلتها المسيحيه لما لما اسمح لي انا قلت موجود ما قلت ساد هاي. نزعه موجوده لها قرائها لها متابعيها لها معتنقيها هذا السلوك الذي نتحدث عنه ايضا له وجوده له نحن عندما نحاجج نحاجج الاخر بما يؤمن به وليس بما نؤمن به. يعني انت سيدنا ابراهيم بهذه القفزه عندما قفز على النمرود وقال سيدنا. ان الله ياتي، ما سلم له انه يحيي ويميت. لما قال نمرود انا احيي واميت، هل سيدنا نمرود سلم له بانه يحيي ويميت عندما قفز عنها وذهب الى سيدنا ابراهيم قصدك؟ سيدنا ابراهيم عفوا. فهل لا ما سلم بها وانما قفز الى الدليل الذي يلزم الاخر احنا ما احنا نحاججهم على كل حاجة. سيدي بس هاي. لا قصدي انا لا. جمله اتكلم هاي. نحن فيما بيننا لنا مرجعيه هم لا يؤمنون بمرجعيتنا هم يؤمنون بمرجعيه الشعوب انا عندما احججهم اقول شعوبنا مجتمعاتنا كما ان مجتمعكم هو الذي قرر وهو الذي قبل وهو الذي رفض مجتمعنا او مجتمعنا لم يقبل بس ما عندنا ديمقراطيه احنا تنحجم تنح بالحجه بس هي بس هي الفكره اللي اشار لها في راس فكره صحيحه على فكره آه لا يوجد دليل على ان شعوبهم بالاجماع تقبل بهذه الامور ليش؟ لانه هون في لوبيات وليس بالاجماع بالاكثريه هم يقولون يعني بالأك... هذا الاكثريه البرلمانيه آه ليه؟ لانه آه بصير ايش مع الزمن تصبح هناك محرمات لا تستطيع حتى ان تتكلم فيها تبطن في نفسك خلاف آه ما تظهر هكذا هكذا آه يصبح الامر ليه؟ لان الناس تخشى من ان تتهم تخشى من ان تؤاخذ أغلب... إجمال. حتى على حر... لكن... حتى حريه التعبير مقيده لكن نحن الان عم نتابع فيديوهات قاده فكر وقادة راي وقاده سياسه وعم يسجلوا هذا الامر غير مقبول ونحن لا نقبل ما ما لا لا في اشياء انا ما عم بحكي بريطانيا، انا عم بتابع في المستوى العام، يعني اشخاص كثير وجمعيات كثيره في امريكا و... في امريكا في نقاش أكبر. ولكن ولكن هن لما بده يسووها محرمه مثل قضيه الساميه واعداء الساميه، يعني بيعطوها هذا البعد، ليس انا اقول ليست القضيه واقعه ولا سلوكا واحدا، نحن امام حزمه من سلوكيات التي يريدون أن يضفوا عليها القداسة بحيث لا تقبل النقاش هذا الذي يجب أن نناقشه ما دام هناك حركات مجتمعية للقبول والرفض هذا الذي يجب أن لا ندافع عنه مشكلة مثلا لا إحنا لسنا يعني حتى ما ندخل في إحراج قانوني إحنا لسنا في مقام إقامة الحجة عليهم أو جدلهم احنا بس نوصف ندافع عن مواقفنا لا, لا دا. مواقفنا من نفس المنطق لا دفعت عن مواقف هي, هي لا هي القضيه التي نحن بصددها هي محاوله فرض امر على دوره رياضيه خالصه تسييسه ولذلك كثيرون في الغرب اعترضوا على ذلك حقيقه م. قالوا انه هذا نوع من النفاق يعني لماذا انتم عندما م. حصلت الالعاب في روسيا لم تقولوا كذا وكذا وكذا، وبكره لما تروحوا على امريكا ماذا ستقولون للامريكان الذين فعلوا في العراق كذا وفعلوا في افغانستان كذا، معنى اخر ان هناك حاله من الانتقائيه. وهذه الانتقائيه تجد سندا بسبب وجود لوبي قوي في وسائل الاعلام، في مراكز صناعه القرار. هو في ظاهره ثانيه دكتور، وهي ما يسمى بالانجليزي ووك، بعرف شو. كيف تترجم العربية اللي هو أنه أو w -O -K -E اللي هو أنه كل بني آدم يجب أن يكون على هبة الاستعداد ليدافع عن ما يعتقد أنها قيم عالمية فصار في أشبه ما, ما يكون بالمور اللي هو بيحكوا عن الشرطة الأخلاقية في في بعض الدول الإسلامية صار في شرطة أخلاقية كلما تكلمت بقول لك انه انت ااا آه شو بسموها يو ار نوت بوليتيكالي كوركت بوليتيكال كوركتنس هذا كوركتنس نعم صار صار سلاح اه, آه, آه فالناس فالنا آه اللي بيمارسوا اللي بيرفع هذا الشعار بسموهم موك لان صار م. كل يوم حتى في بالمناسبه نعمل مسلسل في ابل مسلسل اسمه ذا مورنينج شو ناقش هاي القضيه بتوسع انه صار الواحد بيتكلم كلمه عاديه في ناس واقفين يقول لك هذا حكى ضد المجموعه الفلانيه هذا حكى ضد شو بسموهم سكان البلاد الاصليين وهم بكون مش حاكي شيء اصلا يعني هو مثلا واحد قال نكته فهي صار انا بعتقد انه هاي ايضا قضيه جديره بالنقاش في هذا الموضوع وهي هاي مرتبطه كمان بالاديتوريال بوليسيز في وسائل الاعلام في سياسه تحريريه من الذي يضع هذه السياسه التحريريه وفي رقابه ذاتيه من الذي يقرر ما هي حدود الرقابه الذاتيه بحيث انه مثلا لما هو بده يطرح موضوع معين بقول لك اه لا هذا شخص منفعش وهذا ما بدناش نجيبه وهذا رايه مش الراي اللي احنا بدنا بدنا اياه اليوم وبيتعمد انه يجيب ضيوف يقولون ما ما يريد ان يسمعه صاحب القناه او صاحب المنصه الاعلاميه لعامة الجماهير ففي نوع من الاحتكار يعني ما فيش حاجه اسمها حريه تعبير على اطلاقها بس ما في ما في مجموعه خلف الكواليس تحتكر <نصف> يعني هي صاحب المؤسسه يحتكر هو بيحدد السياسه م... التحريريه يعني مفتوح لك تسوي مؤسسه ثانيه <نصف> صحيح يعني خاصه بعد السوشيال ميديا ما عاد احتكار الان هي هو هو الزخم العام الزخم العام هو الذي يوجه يعني أنا أقرب يعني دائماً أؤمن بأن الأمور هذه فيها شيء من الطبيعية لا الاحتكار أه وين موجود الاحتكار أه في المؤسسة الواحدة أنا ما بقصد على إطلاقه أه يعني مثلاً أنت الآن بدك تتفرج على مباراة كرة القدم اللي بتنقلها البي بي سي فأنت مضطر أنت موجود عندك ناس جايبينهم هم بالاستوديو بيعلقوا بيحللوا بي بيقولوا هم أه بيقرروا صاحب المصلحة هو يقرر ما هي السياسه التحقيقيه يعني التي يتوخاها صحيح كانت هذه ممكنه ايام ما كان الاعلام محدود، الان الاعلام انفتح بشكل كبير والعولمه ضيقت على اصحاب الاحتكار خاصه بعد السوشيال ميديا، الان مثلا جوردن جوردن باترسون اللي هو ضد هذا المشروع هو من قلائل مع انه مع انه يعني ومو ليبرال يعني على طريقه ستيوارت ميل يعني جون ستيوارت ميل مو على طريقه الليبراليه أتباعه في عدد هائل لأنه قال ما غ... ما ليس مسموحا به ويتكلم ب بي... يتكلم بصراحه بي... بدون بوليتيكال كوركتنس يعني يتكلم بلا بلا مداراة البوليتيكال كوركتنس وحاولوا يسقون عليه دعاوى وحاولوا يلاحقونه وفشلوا لانه حذر في طريقه الكلام طبعا هو نحن الان يعني لا نقول إن كل ما يقوله صواب ولكنه السوشيال ميديا مكنته يعني الانسان الانسان الان هو اتباع بالملايين واذا حضر سوى جوله في امريكا الحجز حجز القاعات قبل شهر مليانة القاعات فهناك موجة رفض لكنها في, في امريكا موجوده لكنها في كندا واوروبا ضعيفه جدا موجة الرفض ضعيفة جدا لانه الزخم العلماني زخم خطير جدا الحقيقه ليست قضيه مثليه فقط يعني كثير من كثير من القضايا التي فرضتها العلمانية الآن أصبحت هي المرجع وأنا أعود إلى مسألة التفوق الشعور بالمرجعية مرجعية الغرب شعور ترى ليس بسيط يعني نعم. وهذولا اللي يستغلونها في البي بي سي وغيرها هم لا يبدا لا ينطلقون من الصفر ينطلقون من هذا لان نحن المرجع اذا نحن نستطيع ان نحكم على هؤلاء بالخطا والصواب الذين يردون عليهم يردون عليهم بمنطق صحيح منطق منطقهم صحيح ليش لماذا لماذا ما تكلمتوا على روسيا وعلى الصين وعلى امريكا لكن لكن ما يتكئون على شيء تكون على بدون يعني. أنا, اعتقد انه كعرب او كامم اخرى ضروري يعني نركز على قصه كيف هم ينظرون كيف ينظر الغربيون طبيعيا انا اتفق معك الى العالم الاخر قضيه التفوق وفي ايضا قضيه اخرى وهي قضية عبء الرجل الأبيض هو يعتقد بأن لديه عبء وطبيعي أنا يعني لما يطلع الواحد فيهم يتكلم عن موضوع معين أو يكتب في موضوع معين هو لا يكتب وهو يقرر بأن عليه عبءا كرجل أبيض أن يقوم بتحضير الناس أو بصناعه تقدمهم او مساهمه في تقدمهم، لكن في مرجع في في الى وعي الى وعيه طبيعيا هو يقوم بذلك لانه يعتقد بانه المتفوق لاسباب اللي تفضل الدكتور بحكي عنها انه في اسباب علميه والقوه اللي حكى عنها الاستاذ زهير وغيرها، هو يعتقد بانه انا علي عبء انه كما قال اللي هو الناطق او مسؤول السياسه الخارجيه في في الاتحاد الاوروبي قبل اسابيع قال احنا عايشين في حديقه وفي جنبنا غابه هذا حقيقه أهمية هذا ال 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 هو هو أصدقهم يعني اه لا أهميته دكتور أهمية التصور أهم... نعم انه انه قاله أو أن عبر عنه لا قاله بدون يعني بدون أن يا شو بيقولوا يرف له جفن وبدون أن يعني أن يحضره وقالوا طبيعي زي ما أنت تحكي مرحبا